السلام عليكم. سقط الجدار الشرقي الحصين فدخلت منه كل الرياح المسمومة إلى المنطقة العربية. كيف هي حال العرب اليوم بعد 15 سنة من إخراج واحدة من كبريات دولهم عن الخدمة؟ بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى عالم عربي تعمه الفوضى ويتقاتل أبناؤه على فتاته وينعم غريمه بخيراته. 15 سنة على احتلال العراق كانت عجافا على كل بلد عربي وكل مدينة وكل شارع، بل على كل بيت فيه. 15 سنة من مخاض عسير قبل ولادة شرق أوسط جديد بشرت به كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. 15 سنة من فوضى خلاقة للخصومات والحروب والقتل والتهجير والتغيير الديمغرافي. لكن إلى أي مدى يمكن ربط كل ما يجري في المنطقة بغزو العراق؟ وإذا ما كان احتلال العراق مقدمة لولادة شرق أوسط جديد على الطريقة الأمريكية، فلماذا اختير هذا البلد لتكون ضربة البداية فيه؟ ما المآل الذي ينتظر العراق والعرب في حمأة التفاعلات السياسية الإقليمية والدولية الراهنة؟ هذه أبرز أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء التقرير. Helping Iraqis achieve a united, stable and free country. تحت شعارات نشر الحرية والديمقراطية في ربوع البلاد، غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق. وبعد مرور 15 سنة من الاحتلال وتداعياته، لم ينعم العراقيون بالحرية ولم تحكم بلادهم بالديمقراطية، بل امتدت التداعيات الكارثية للغزو الأمريكي لتشمل العالم العربي بأكمله. فانتشار الطائفية ونمو التنظيمات المتطرفة والتمدد الإيراني الذي بات يمثل تهديداً وجودياً لبعض الدول العربية، كل ذلك ما كان له أن يحدث لولا احتلال العراق. احتلال مهد الطريق أمام ساسة واشنطن من أجل إعلان مخططاتهم وطموحاتهم بشأن المنطقة. فلم تكد تمر سنة على الغزو حتى أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها لما أسمته التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير، ومن ثم بدأت كرة الثلج في التدحرج. ومع وجود أنظمة استبدادية على مقاعد الحكم في المنطقة العربية، فإن الأجواء كانت مهيئة أمام ما تدعيه واشنطن من حرصها على نيل الشعوب لحقوقها، ادعاء مكنها بحسب محللين من استثمار موجات الربيع العربي في التخلص من بعض الأنظمة التي باتت تمثل عبئاً أكثر من كونها دعماً للسياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة. غير أن رياح الربيع العربي أتت بما لا تشتهي سفن السياسة الأمريكية، فأعادت تحالفاتها القديمة مع قوى الثورة المضادة القريبة من توجهات الإدارة الأمريكية. تحالفات أثمرت فوضى عارمة تجتاح العالم العربي لا سيما العراق، حتى بات مفهوم الدولة نفسه مهددا. الأمر الذي يطرح تساؤلات شتى بشأن المستقبل، وهل سيتمكن العراق والدول العربية الأخرى من الخروج من عين العاصفة، أم أن المنطقة لا تزال أمام منعطفات أكثر حدة في السنوات القادمة؟ أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. إذن الحديث دائما عن حال المنطقة العربية بعد 15 سنة من احتلال
وغزو العراق. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، والأستاذ زياد بومخلة المحلل السياسي، وعبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ مع دكتور خيري، لو سمحت لنا أن تقدم لنا نظرة شاملة عما يحدث في المنطقة، المشهد السياسي والأمني، والمنطقة العربية تستقبل هذا الحدث الجلل، سقوط الدولة العراقية البوابة الشرقية للعرب. نعم، يعني وإذا ما نظرنا إلى الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة العربية، نلاحظ أنه رغم التحولات المبشرة في نهاية العقد الماضي، إلا أنها وصلت في الوقت الحالي إلى حالة من الصراعات الأهلية المزمنة، وهناك تراجع في الطلب على الديمقراطية، وأن هناك فرص العودة للديمقراطية صارت محدودة للغاية، وخصوصا مع بداية عام 2013، بحيث لاحظنا انهيار العديد من الحكومات وعجزها عن بسط سلطتها على كثير من الأقاليم، يعني كما يحدث في سوريا ويحدث في ليبيا، وهناك مشكلة سياسية أيضا في مصر لكنها أقل حدة بكثير من هذه الحالات، ما يحدث أيضا في اليمن. لكن هل لذلك تداعيات بأحداث العراق، غزو العراق، أم ليس له تداعيات؟ يعني أعتقد أن استشراء الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي في المشرق العربي بشكل خاص، يعني هو يعني عامل كاشف على مدى التدهور الذي حدث خلال العقد الحالي. وهذه المشكلة أعتقد إذا لم تكن هناك دولة أو تحالف دول عربية يستطيع قيادة الحكومات نحو الاستقرار، فإننا سوف نكون أمام مشكلة يعني كبيرة. يعني فيما يتعلق مثلا بما يحدث في العراق، أنه يعني تحول من تدهور إلى تدهور أشد عبر 15 عاما لم تستطع فيها الدولة يعني حل مشكلة الاندماج الوطني. يعني كان هناك منذ شهور استفتاء على حق تقرير المصير أو استقلال إقليم كردستان، وهذا يعبر عن شدة التنافر داخل الدولة وعدم القابلية أو ضعف القابلية للعيش المشترك داخل إطار. فبالتالي هذا ما يشير أسئلة كثيرة على مدى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للغزو الأمريكي للعراق. على سيرة التداعيات دكتور خيري، دعني أنتقل إلى الأستاذ زياد. على سيرة التداعيات، هل المنطقة بما تشهده من أحداث واضطرابات وحروب واقتتال وتغيير ديموغرافي وتهجير إلى آخره، هل هذا يلزم منه تداعيات غزو العراق واحتلاله، أم أن في هذا التحليل والرؤية التي يراها عدد من المحللين فيه شيء من المبالغة؟ طبعا حدثت أحداث كثيرة في المنطقة في العشرية الأخيرة وما قبل العشرية الأخيرة، خلينا نقول في العقدين الماضيين، أحداث مهمة جدا وقلبت وجه المنطقة بشكل حقيقي وأعادت تركيب المنطقة من جديد، ولعل هذا جزء أصيل من الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وتشكيل شرق أوسط جديد، كما قالت كونداليزا رايس الوزيرة الخارجية السابقة سنة 2006 أثناء الحرب اللبنانية الصهيونية. ولذلك فحدثت أحداث مهمة. حدث المهم المركزي 2001، العمليات في سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد ذلك احتلال أفغانستان، ثم ما حصل في يعني في العراق، ثم بعد ذلك حرب 2006 في لبنان، ثم حرب 2008 في غزة، ثم بعد ذلك الربيع العربي. ولذلك أحداث كثيرة جدا تناسلت من بعض البعض وغيرت وجه المنطقة. لا شك أنه من الأحداث المهمة هو غزو العراق، باعتبار أن العراق يعني بحكم موقعها الجو استراتيجي المهم، باعتبارها تكون يعني هي وسط بين حظيرتين مهمتين في يعني في الأمة العربية والإسلامية، إيران والسعودية من جديد. ولعل اختيار العراق يعني مقصود من أجل إعادة تركيب المنطقة على أساس إثني، على أساس مذهبي، على أساس طائفي. ولا يخفى اليوم أنه يعني مشاريع التقسيم في المنطقة قائمة، يعني ثلاثة دول في العراق، ما يحصل الآن في سوريا، وبتواطؤ أحيانا حتى من يعني الأمم كيف المتحدة. كيف ثلاثة دول في العراق؟ يعني دولة في الوسط سنية، دولة في النوب. لا يوجد يعني مثل هذا الكلام، العراق حتى الآن موحد. يعني العراق صحيح موحد، ولكن المقصد والغاية هو تقسيمه،
وهذا غير خافي. يعني الكثير من المسؤولين الأمريكيين أعلنوا أكثر من مرة تصور جديد للشرق الأوسط يقوم على تقسيم هذه المنطقة على أساس إثني ومذهبي وطائفي، بحيث تكون دول يعني وإعادة تشكيل المشهد من جديد، يعني ليس سيسبيكو جديد ولكن يعني شكل جديد من التقسيم، بحيث تصبح دول يعني ما سماها وورتز حدود الدم بين الدول التي في المنطقة، ودول تقوم كما قلت على أساس مذهبي. فهذه متغيرات مهمة ومهمة جدا. كذلك هناك تراجع كبير في دور بعض الدول العربية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق أرادت أن ترسل رسالة قوية لكل الأنظمة العربية أنها قادرة على تشكيل المنطقة كما تريد، ولذلك طلبت يعني بين قوسين خضوعا أكثر من الأنظمة الرسمية العربية، وأنه كل من يتوقع أن يتجرأ على السيادة الأمريكية في المنطقة فمسيره مسير صدام حسين وبقية الدول التي جرب مثل فيها مثل هذا الخيار. ولذلك الجولة الأمريكية الأخيرة، خاصة بعد مجيء ترامب والتحولات الهائلة التي حصلت في السياسات الخليجية خاصة وما تشهده منطقة الخليج اليوم من توترات حقيقية تعصف بأمن المنطقة وتهدد حقيقة استقرار المنطقة في هذه المرحلة. قريبا من هذه الفقرة أريد أن أسأل الدكتور نبيل عتوم في الأردن، مرحبا بك مرة أخرى دكتور نبيل. يعني هناك رؤية تقول بأن المنطقة يعاد تشكيلها ديموغرافيا وجيوسياسيا، وأن هذه إعادة التغيير هذه أو إعادة التشكيل هذه بدأت منذ 15 عاما منذ احتلال العراق. إلى أي مدى ترى في هذه الرؤية صوابية ونجاعة؟ شكرا جزيلا لك، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني أنا أتفق معك أنه انهيار جدار برلين العربي وحائط الصد الذي كان تمثله العراق يعني كان أكبر صدمة للعالم العربي، مهد لاستنزاف قدرات العالم العربي، وقدم العراق للأسف الشديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على طبق من ذهب إلى إيران. الآن أخي جهاد، نحن نستعرض، دعني أسميه ما حدث بعد إسقاط العراق في نيسان من العام 2003 ولغاية الآن. نحن نجد أن معظم مصائب الأمة في العصر الحديث التي يعني يوازيها نكبة القضية الفلسطينية في واقع الأمر، يعني باتت هي أشد خطورة وأكثر مفاعيل، خاصة نحن نتحدث عن أن انهيار العراق هو الذي سمح لإيران أن تنتقل إلى عمق العالم العربي من خلال نظرية بناء المجال الحيوي الإيراني، والسعي إلى تطبيق ما يسمى بنظرية أم القرى الشيعية على أساس أن تصبح إيران هي قبلة العالم الإسلامي ومركز الروحي والسياسي من ناحية. بالإضافة إلى ذلك سمح لإيران بتكوين ما يسمى بنظرية المصدات، بمعنى أن اعتبرت إيران وفق نظرية أم القرى التي طبقتها من خلال النموذج العراقي وبعد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع أفغانستان، انتقلت بعد ذلك إلى ما هذه النظرية التي تسميها سعي إيران إلى تعزيز قدرة شبكة الأمان أو ما يعرف بمخالب إيران أو وكلاء إيران. فاستطاعت من خلال العراق بناء فكرة ما يسمى بالميليشيات الموازية في العراق التي باتت والتي أصبحت يعني مؤسسة رديفة للنظام الحاكم في العراق والمؤسسة العسكرية على وجه التحديد. الأمر الثاني، سعت إلى ما يسمى باستراتيجية ملء الفراغ، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق فسيطرت على مؤسسات الدولة وتمكنت بعد التوافق مع الجانب الأمريكي إلى تشريع دستوري من خلال محاصصة طائفية، ومن خلال أيضا الاستفادة من ضعف الجيش العراقي، ومن خلال أيضا اللعب على وتر الشيعة في العراق كقنبلة طائفية يراد من خلالها تفجير المنطقة برمتها. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان الهدف الأول هو العراق، ثم استطاعوا من خلال العراق إيران. وهذا هنا السؤال المهم والمحوري أخي جهاد، أنه لماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب العراق على طبق من ذهب إلى إيران؟ هذا ما أبحثه معك يعني دكتور نبيل، ولكن في مرحلة متقدمة من الحلقة. الآن أريد أن أعود مرة أخرى إلى الدكتور خيري. يعني هل ما حصل للعراق ومن بعده للدول العربية كان أمرا لا مفر منه، لابد منه، أم أنه كان يمكن هناك إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن لم يؤخذ بالقدر الكافي من الأسباب من قبل الدول العربية؟ هو مبدئي من النقطة الأولى، يعني يمكن أن نقرأ ما حدث للعراق في إطار أوسع ليس بالمنطقة العربية فقط. يعني هو يعني منذ بدء بعد غزو الأمريكي العراق للكويت، يعني كان هناك اتجاه لتفكيك النظام الحكم في العراق
بحيث لا يكون هناك قوة مضادة للسياسة الأمريكية في المنطقة. وهذه النقطة الأولى أساسية، يعني إذا ما راجعنا كثير من الأدبيات التي نشرت في مواسط التسعينيات نلاحظ أن كانت هناك خطة مستقرة وواضحة لغزو العراق وإزالة نظام صدام حسين. ما عز ما سرع بهذه الخطوة هو أحداث برجية التجارة العالمية. وفي تلك الفترة نلاحظ أن الخطاب السياسي الأمريكي أو القرار السياسي الأمريكي كان يتكلم بكل وضوح عن تغيير الحكم في أفغانستان وتغيير الحكم في العراق في خلال سنتين اثنين، تم هذا على أقصى تقدير. وبالتالي هذه المسألة أعتقد أنه يمكن قراءة السياسة الأمريكية تجاه العراق ليس بمعزل عن مشروع الشرق الأوسط الموسع وليس عن مشروع مكافحة الإرهاب، لكن اعتمادا على ما ذكرته دكتور خيري إن نعم. قراءة من منظور أو من زاوية أوسع، أين تكمن نقطة الضعف في المنطقة التي سهلت مرور كل هذه المشاريع وسهلت اختراق المنطقة بهذا القدر وبهذا الرقع الكبير؟ المنطقة لم تكن حصينة في يوم ما، يعني هذه النقطة تاريخيا منذ ورود الاستعمار الأوروبي كيف ذاك؟ لم تكن المنطقة حصينة، كلها وقعت تحت احتلال وكلها تتبنى سياسات متناقضة، يعني سواء ليس فقط بسبب الصراع بين النظم الملكية والنظام عبد الناصر أو الجمهورية أو لاحقا الخلاف حول معاهدة السلام مع إسرائيل بين مصر وإسرائيل. هناك يعني مشاكل، هناك تناقضات كثيرة لا يمكن إغفالها في هذا الجانب. وقد تمددت هذه التناقضات في الموقف العربي تجاه غزو العراق، هناك دول أيدت وهناك دول عارضت، وبالتالي نحن نريد أن نعطي قراءة أخرى لما يحدث. بالتالي هنا النقطة الأساسية أن النظام صدام حسين لم يكن مرنا بما يكفي لاستيعاب الصدمات الخارجية، وبالتالي كان يعني 10 سنوات من الحصار كانت كافية لتفكك النظام من الداخل تحت الرقابة الدولية، تحت رقابة الأسلحة، تحت كثير من الرقابات. النقطة الأساسية أنه لم يعمل إصلاحات داخلية تساعد على إعادة بناء الدولة مرة أخرى. يعني عندما انهارت أو سقطت بغداد في مارس 2003 لم تتمكن القوى العراقية كلها من النهوض مرة أخرى، ولكن كانت القوى الشيعية بالذات كانت أكثر استعدادا للانتخابات. كيف لم تتمكن، وإنما هناك من يقول بأنها لم تمكن، يعني حيلة بينها وبين التمكين. لم تتمكن، يعني عندما تراجع كثير من السياسات التي تبنتها المجموعات السنية والكردية تصرفت بشكل ساعد الأحزاب الشيعية على أن تتمدد في الدولة كيفما تشاء. لم يكن هناك نظرية للمقاومة، تعريف الاحتلال الأمريكي أو تعريف الدور الأمريكي في العراق كان هناك اختلاف كبير، هناك من يراه احتلال وهناك من يراه يمكن أن يتعامل معه سياسيا. وبالتالي هذه التناقضات أعتقد هي التي سببت إرباكا شديدا للعراق ظلت أثاره حتى اليوم. يعني هذه النقطة أعتقد من الأهمية. الخلاف حول الدستور في 2007، يعني كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون دستورا ليس طائفيا وليس محاصصا. تصرفات الحركات المقاومة والجهاد السني والسياسيين السنيين دفعت في الاتجاه الآخر أن تغلب النظرة الشيعية على أن يكون دستور محاصصة بين البرلمان والتنفيذي ورئيس الدولة. وبالتالي هذه هي المشكلة الأساسية عندما يصدر أو يتم الاتفاق على دستور طائفي. نعم، لكن السؤال المطروح يعني ربما لماذا إذا ما سلمنا بأن هناك إرادة لصناعة شرق أوسط جديد، لماذا كانت البداية من العراق؟ هذا أريد أن أعرفه من السيد زياد، ولكن بعد العودة من الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصل قبل العودة للحديث عن الحراك السياسي والعسكري والاستراتيجي في المنطقة ومدى علاقته بغزو العراق قبل 15 عاما.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن حال المنطقة وهي تستقبل الذكرى 15 لغزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ زياد، إذا ما سلمنا بمنطق أن الإدارة الأمريكية عازمة على صناعة شرق أوسط جديد مفكك من الداخل يعاد إنتاجه ديموغرافيا وجيوسياسيا بناء على المكتشفات، مكتشفات الثروات الباطنية الجديدة، لماذا كانت البداية قبل 15 عاما من العراق؟ لماذا العراق بالذات ولم تكن دولة أخرى مثل سوريا أو مصر أو أي دولة أخرى كبيرة في المنطقة؟ ما الخصوصية التي يعني تمتع بها العراق لكي يكون بداية لدخول الشرق الأوسط الجديد؟ كما قلت لك، يعني العراق يعني منطقة استراتيجية مهمة جدا تأتي بين قطبين يعني في المنطقة العربية والإسلامية، هم إيران والسعودية، ولذلك هي مسرح مهم لإعادة صناعة وتشكيل المنطقة خاصة على أساس مذهبي، خاصة مع يعني وجود بيئة مهيئة لهذا عراقيا بشكل كبير جدا، وباعتبار أن وجود الأكراد كذلك في الشمال وحالة بين قوسين الاحتكاك الشديد التي عرفتها السياسة العراقية الداخلية بين النظام العراقي والأكراد. كذلك صدام حسين ونظام صدام حسين كان يعيش في عزلة إن صح التعبير سياسيا حتى مع المنطقة العربية، لم تنجح العراق في تطبيع علاقاتها مع يعني بين قوسين جيرانها، الحرب الإيرانية العراقية التي دامت أكثر من تقريبا 8 سنوات، كذلك الغزو العراقي للكويت، يعني العلاقات المتوترة إلى حد ما مع السعودية. كل هذه العوامل جعلت النظام العراقي مطمع سهل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ينضاف إلى هذا يعني العراق كان له ميزة مهمة جدا، وهو اكتساب جيش قوي ذو عتاد مهم، يعتبر الجيش ممكن الأهم في المنطقة بعد الجيش الصهيوني، ولذلك إعادة تشكيل المعادلة الاستراتيجية العسكرية في إطار الصراع العربي الإسرائيلي، ولذلك كان أحد الأهداف، ولذلك أولى القرارات التي أخذها بول بريمر بين قوسين الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال هو حل الجيش العراقي. نعلم جيدا أن الجيش العراقي تقريبا يشكل 10% من التركيبة السكانية العراقية، وهو عامل استقرار مهم بغض النظر على الموقف من نظام صدام حسين. كذلك بيئة الاستبداد، لكن الأمريكيين قالوا بعد ذلك أنهم ندموا على تفكيك الجيش العراقي. طبعا، لأنه بعد ذلك وجدوا، طبعا وجدوا داعش أو أوجدوها، ولكن في كل الحالات نعم طبعا، لأنه المعادلة اختلت تماما والأمن اختل تماما في العراق بعد حل الجيش العراقي، وهي أخطر خطوة على الإطلاق، يعني قوضت الأمن على الإطلاق في العراق. فالعراق كانت كذلك، العراق تحتوي على الاحتياط الثاني عالميا في النفط، والولايات المتحدة نعرف جيدا في تلك الفترة كانت أزمة يعني مالية حادة، ولذلك موضوع الخزان الاستراتيجي للنفط في المنطقة كان مهم ومهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك يعني طبعا جزء من دفع الولايات المتحدة الأمريكية هي الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يعني جزء منه كذلك في خلفيات كذلك عقدية وإيديولوجية، يعني في الكثير من الروايات التوراتية تتحدث عن معركة كبيرة في بابل وأنها يجب أن تقع وهي مدخل لإعادة تشكيل المنطقة، ويعني هناك بين قوسين يعني إشكال تاريخي عميق ظارف في التاريخ في هذه المنطقة بين اليهود ومنطقة بابل، ولذلك هذه جزء منها. كذلك بوش ذاته كانت تقود شيء من هذا الأمر، هو جزء من منظومة المحافظين الجدد الذي تستند على يعني بين قوسين على قاعدة إيديولوجية، ولم يكن غريبا في خطاب جورج بوش الابن آنذاك أنه أمرني الرب أن أقاتل في العراق، استعمال يعني محور الشر، يعني لكن هذا قد يفهم منه خطاب الاستهلاك المحلي لا هو استهلاك معلول، ولكن لا يعني الرجل لا بالفعل يعني لديه بعض الخلفيات الإيديولوجية العميقة التي كانت تقوده في أثناء يعني ممارسته لخياراته الاستراتيجية في المنطقة. المعطى الثاني أنه العراق كما قلت أنه هو بوابة مهمة جدا يعني في المنطقة، ويمكن من خلالها الوصول إلى شرق آسيا وتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة وربط يعني العراق بهذا المنطقة. ولذلك يعني جملة من العوامل لعبت في التقدير من أجل اختيار العراق يعني كمنطلق لتشكيل المنطقة من جديد باعتبار جملة العوامل التي ذكرت. كل هذا الكلام جيد وعلى الرأس والعين، لكن ثمة رواية أخرى أريد أن أنقلها إلى الأردن مع الدكتور نبيل. ثمة من يقول، رواية مستقاة من تصريحات كثير من المسؤولين الذين أشرفوا على الغزو العراقي، منهم توني بلير وعدد من المسؤولين الأمريكيين، يقولون إن الإدارة الأمريكية في حينه لم تكن لديها خطة ورؤية لإدارة العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال، وبالتالي دخلوا في الفوضى ولا يعرفون ماذا يفعلون، ونشأ فراغ أمني وعسكري كبير.
هنا استفادت منه بعض دول المنطقة ومنها إيران. ما مدى موافقتك على هذا الطرح الذي بالنهاية ينسف كل التحيات التي تقوم على التدبير المسبق؟ يعني سؤال مهم ومحوري أخي جهد، لكن قبل أن أجيبك أود فقط أن أبرز ملاحظة مهمة تفضل. تحدث فيها الضيف العزيز. أولا، إحدى الأمور العوامل التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى غزو العراق لا شك أنه العامل الديني. أنا عملت دراسة عن تحليل محتوى الخطاب للرئيس بوش الابن، وجدت أنه هو يتبع إلى مدرسة تسمى المسودات، وهو لديه أب روحي يسمى بيلي جراهام. هذا يطلقون على العراق قهرة الشعب المختار أو ما يسمى ببابل الزانية، وبالتالي يجب تدميره. وبوش يعني لم يخجل من ذلك، قابل بعض الزعماء العرب وقال أنه الرب أرسل له رسالة بالبريد المسجل يقول له تخلص من صدام واحتل العراق. هو إذا العراق هو يمثل مشروع حضاري نهضوي، وهذا المشروع تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحطيمه حتى لا يكون في المستقبل عامل أو مصدر تهديد بالنسبة لإسرائيل. الأمر الثاني بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، لا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني قدمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران، لكن هي تعمدت أن يحدث في العراق ما حدث، ولانسجاما مع فكرة أو التشديد لفكرة الفوضى الخلاقة في المنطقة وإدخال المنطقة في أتون صراعات واستنزاف قدرات المنطقة، وهذا سوف يعزز الوجود الأمريكي والغربي في العراق وفي غيره من المناطق، ويحدث نظرية يطلق عليها الغرب ما يسمى بنظرية يعني الانكفاء الذاتي للدول العربية والعالم الإسلامي للانشغال في قضايا، خاصة أنه بعد احتلال العراق شهدنا أكبر عملية طائفية أو عنصرية مارستها إيران ضد دول العالم العربي. هي اتخذت من العراق نقطة انطلاق لبناء مجال حيوي انسجاما مع رؤية إيران لبناء دولة إقليمية عظمى بحلول 2030، وبالتالي هي اعتمدت أولا على العراق كأحد المصدات، ثم انطلقت إلى ما يسمى بالاعتماد على الأقليات الشيعية لإثارتها ومحاولة استثارة طاقاتها للقضاء على الأنظمة الطاغوتية، وفق ما صرحت به طبعا القيادة الإيرانية بشكل واضح، وأطرد ذلك دستوريا وقانونيا من خلال اعتبار أن جميع الأنظمة المحيطة بإيران لا تحمل لواء الإسلام الحقيقي وهي أنظمة طاغوتية ينبغي إزالتها. الجانب الثالث، حركت ما يسمى بنظر الوكلاء في المنطقة، حزب الله وتفريعاته وتفريخاته في المنطقة، وبدأت عملية دعني أسميه بس حالة إرهاب غير مسبوقة في العالم العربي. يعني نحن نتحدث فقط فيما بين العام 2015 وعام 2016 في مملكة البحرين لوحدها تم تفكيك 37 خلية نائمة تتبع إيران، خلايا تم اكتشافها في الكويت، وآخرها كان خلية العبدلي في الأردن، خلية ثورة عصفور، بالإضافة إلى محاولات إرهاب غير مسبوقة لاستهداف دبلوماسيين عرب، استهداف سفارات، وبالتالي هذا يعني بالإضافة إلى حالة الميوعة وحالة الرخوة التي يعيشها العالم العربي سهل من مهمة استنزاف إيران، ووقف العالم الغربي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية في موقف متفرج، وسمح لإيران بأن تصل إلى عتبة نووية غير مسبوقة، في حين أنه تم تدمير البرامج النووية السنية في المنطقة، وهنا أقصد البرنامج النووي العراقي في عام 1981 مفاعل أوزيراك، وهذا يعطي تصور واضح عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى إسرائيل كانت تستهدف في القدرات السنية على وجه التحديد. الأمر الثاني والمهم في هذا الجانب أن إيران استغلت هذه حالة الميوعة لبناء ما يسمى بالكريدور الإيراني، مستغلة حالة الربيع العربي، ومستفيدة أيضا من حالة الاستدارة الأمريكية عن قضايا الشرق الأوسط من خلال انسحاب غير مسبوق، وهذا حدث في فترة الرئيس أوباما عندما سمح لإيران بالتمدد وبناء ما يسمى بفكرة الكريدور الإيراني أو ما أطلقت عليه إيران رحلة العبور إلى المتوسط أو رحلة الأمل. وبالتالي كان هنالك أنا في تقديري أنه دفع أمريكي باتجاه تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة من ناحية، بالإضافة إلى أهمية استراتيجية ملء الفراغ من خلال سعي الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث بعد الاتفاق النووي مع الجانب الإيراني. تم دعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عقد مؤتمر كامب ديفيد، وقال له أن إيران تمثل خطر شديد على المنطقة وهي دولة إرهابية، عليكم أن تتسلحوا وتسمحوا لي أيضا بتعزيز قدرات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة.
المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد أنه ما جرى في المنطقة هو أمر مقصود، هو دمر ما يسمى بالخارطة الجغرافية والديموغرافية للعالم العربي. الآن بدأ ما يسمى بمفهوم الأقليات ونشر ما يسمى بثقافة الكراهية والتحريض في المنطقة، وهذا ما قامت به إيران على وجه التحديد وبغطاء غربي، وللأسف الشديد أقول بغطاء غربي وبدعم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لكن دكتور، يعني أنت قلت بأن أمريكا عززت النفوذ الإيراني في العراق، وهنا أريد أن أسأل الدكتور خيري، عززت أمريكا النفوذ الإيراني في العراق وحتى تمكنت إيران من التغلغل في سوريا مستفيدة من تناقضات المصالح الدولية ومعتمدة على تحالفها مع روسيا، لكن الحقيقة هنا الآن بعد انحسار دور مصر وغياب الدولة السورية وكذلك أي دور للعراق، ثمة فراغ سياسي واستراتيجي كبير في المنطقة. من المؤهل أو من الذي يستثمر الآن في هذا الفراغ حاليا في هذه المرحلة، علما أن إيران لم تمكن بالكامل من المنطقة حتى الآن؟ تمام، يعني في حالة نشوء فراغ استراتيجي كهذا، يعني هو كان يعني منذ 2004 تم التخطيط لأن يكون هناك الشرق الأوسط ثم الشرق الأوسط الموسع، وهذا كان في المرحلة يأتى في المرحلة التالية لسقوط الاتحاد السوفيتي، وكان الهدف منه إقامة نظم ديمقراطية قائمة على العلمانية والليبرالية، وكان الفرضية الأساسية التي يعمل عليها بناء هذا النظام هو الاستقرار السياسي. لكن ما حدث بعد 2011 كان عكس ذلك تماما، جاءت حكومات إسلامية أو حركات إسلامية اقتربت من السلطة بشكل ما، ولم تستطع إثبات جدارتها في إدارة الدولة، وبالتالي حدث الصراع بين نخب قديمة ونخب جديدة، وهذا ما أدى في بشكل أساسي إلى حالة الفراغ التي نشهدها في الوقت الراهن. ما يحدث هو أن إيران والدول الكبرى كل منها يسعى لإعادة تمركزه مرة أخرى في هذه المنطقة. يعني إيران اشتغلت على محور العراق، دمشق، صنعاء، وبالتالي هناك هذا الاتجاه واضح. وكان نزول الاتحاد الروسي أو روسيا الاتحادية للمنطقة أعتقد أنه كان لاستثمار مسألة الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة والعودة مرة أخرى بفكرة الاتحاد السوفيتي مرة أخرى إلى المنطقة. وهناك الآن نقاش وصراع عسكري مسلح كثير في سوريا، يعني قواعد متوازية بين الروس والأمريكان في شرق سوريا وفي غرب سوريا. أعتقد أن المشكلة ملء الفراغ الآن، الدول العربية في المدى المنظور ليست مؤهلة لملء هذا الفراغ، وأن الدول الكبرى أو الدول خارج المنطقة العربية هي التي سوف تكون لها أكبر تأثير ممكن. يعني إيطاليا وفرنسا في ليبيا بجانب مصر والإمارات وإلى حد ما الجزائر، وفي المشرق العربي لا تستطيع رسم خريطة سياسية أو عسكرية لهذه المنطقة. يعني كيف ترسم الخريطة العسكرية والسياسية في اليمن؟ كيف ترسم الخريطة السياسية والعسكرية في العراق؟ دكتور، العراق هو الحجرة الأولى التي سقطت في لعبة الدومينو الغربية. هنا أريد أن أسأل زياد، يعني العراق قضية مهمة جدا، إذا ما استعيد ربما يتغير وجه المنطقة من جديد. هناك محاولات على سيرة ما ذكره الدول العربية غير مؤهلة حاليا، هناك محاولات سعودية واضحة لاستمالة العراق إلى الحضن العربي من خلال بناء علاقات مع الحاضنة الشيعية في الجنوب العراقي. السؤال هو إلى أي مدى العراق الآن قادر على أن يعود إلى الحضن العربي من خلال هذه المحاولات السعودية؟ والله لست مطمئنا كثيرا للمحاولات السعودية وقدرتها بالفعل على استعادة العراق. أصلا السعودية الآن تمر بانتقال استراتيجي في السلطة، انتقال استراتيجي حتى في تصور للمنطقة، ولذلك يعني صعب أن تخوض هاتين المعركتين في نفس الوقت، لكنها تبلي بلاء حسنا مع مقتضى يعني الصدر وعدد من عموما يعني حتى على المستوى السني هي تنفق الكثير من الأموال في الفترة الأخيرة من أجل استيعاب الحاضنة السنية التي ضاعت ولم تجد للأسف إلا الجهة المتطرفة كي تحمل يعني هذا القضية، لكنها تعمل على محور قومي. يعني زياد يعني تستضيف يعني تستميل مقتدى الصدر صاحب يعني لديه شيء ما من الخطاب الظاهر يعني العربي وتستميل السنة، يعني هل تريد أن تشكل؟ طبعا السعودية تبحث عن مصلحتها في المنطقة، وكما قلت لك هي تمر بانتقال عميق على مستوى الداخل، ولذلك تحتاج إلى يعني محيط مستقر خاصة مع الوضع اليمني. تعرف أنه لو انضافت اليمن من
من جديد يعني، وهي الآن تحت بشكل من الأشكال تحت سيطرة الإيرانيين من خلال يعني ذراعهم الحوثيين، ولذلك يعني تأزم الوضع أكثر سيهدد السعودية بشكل مباشر، لأنه العاصمة المباشرة أين؟ التالية أين؟ يعني السعودية في النهاية، لأنه المشروع الإيراني في المنطقة هذا في العراق. طبعا، والتحرش الأخير من بين قوسين من طرف الحوثيين من خلال إطلاق بعض الصواريخ يعني على الأراضي السعودية فيه إشارة واضحة أنه الهدف التالي هو السعودية، خاصة مع هشاشة الأوضاع. وكما نعرف أنه الأنظمة العربية أنظمة متهالكة للأسف، أنظمة يعني يحكمها الفشل، أنظمة معادلتها الداخلية غير متماسكة، وهذا جزء من أزمة العراق، لأنه المعادلة الداخلية لصدام حسين ونظامه كانت غير متماسكة، ولذلك كان طعما سهلا. كذلك تراجع كما قلت أنت الدور العربي لكثير من العواصم العربية المهمة، الدور المصري، الدور المصري طبعا مصر تراجعت بشكل كبير خاصة بعد اتفاقية كام ديفيد، وصارت هناك ارتباط عضوي بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال المساعدات الهائلة التي يقدمها الكونغرس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية للنظام المصري. ولذلك المشهد يعني العراق دخلت هذه الحرب منفردة وحيدة، ودفعت ثمن يعني بين قوسين موقفها من بعض القضايا في المنطقة، وخاصة موقفها من الكيان الصهيوني. ولذلك لا يمكن، صعب اليوم أن نتحدث في المنظور القريب، خاصة مع أن المنطقة كلها ملتهبة. يجب أن ننظر إلى الوضع في سوريا، يجب أن ننظر إلى الوضع في اليمن. القضية تتعلق، هناك دور تركي جديد وافد على أعاد بناء دوره من جديد في المنطقة، قد بدأ يعني من خلال هذه الخطوة الجريئة الأخيرة في عفرين وتدخل العسكري على المستوى المنطقة السورية. ولذلك المنطقة في تقدير ما زالت مقدمة على كثير من الترتيبات الجديدة، وسيتحكم فيها جملة من العوامل أساسا، يعني قدرة الأنظمة العربية على إيجاد يعني أجندة عربية مشتركة قادرة من خلالها على تأمين المنطقة، لأنه في النهاية يعني المثل يقول أكلت يوم أكل الثور الأسود، يعني في النهاية الدور قادم على بقية الأنظمة العربية إذا لم تقدر على تسوية أوضاعها الداخلية وكذلك إيجاد حلول حقيقية للمشاكل في المنطقة. وهنا السؤال المهم، إلى أي مدى يمكن للدول العربية أن تقدم يعني رؤية تستعيد بها دورها في هذه المنطقة؟ هذا ما أريد أن أسأل عنه نبيل عتوم، ولكن بعد العودة من فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم إلى آخر أجزاء حلقة اليوم التي نبحث فيها الصراع في المنطقة بين القوى الإقليمية والدولية والمآل الذي ينتظر بغداد وأخواتها من العواصم العربية في ظل التفاعلات السياسية التي الراهنة التي تشهدها المنطقة الآن. أتحول إلى عمان دكتور نبيل العتوم، يعني ربما يعني الآن بيت القصيد في المنطقة هو العراق وسوريا، المنطقتين الساخنتين، ربما يكون العرب فقدوا أملهم على المدى المنظور في يعني وضع ثقلهم في الملف السوري بسبب تعقد المصالح الدولية ونزول اللاعبين من الوزن الثقيل إلى سوريا، أمريكا وروسيا وغيرهم، العراق، محاولات السعودية. هل تبذل الدول العربية جهدا كافيا لاستمالة العراق واستعادته إلى الحاضنة العربية وتعطيل الطريق على إيران برأيك؟ وإذا ما فعلوا ذلك، ما هي ردة فعل إيران المتوقعة بنظرك؟ يعني سؤال مهم ومحوري. أنا بعتقد أنه العراق خرج من تحت العباءة العربية. المحاولات السعودية كما تعلم هي محاولات لمحاولة استمالة العنصر العروبي ضمن التيار الشيعي ممثل بمقتدى الصدر. لا يمكن الرهان على مقتدى الصدر بأي حال من الأحوال، لأنه يعني التجربة مريرة مع مقتدى الصدر، لديه سرايا السلام هي منخرطة مع الميليشيات الحش الشعبي في ذبح السنة في العراق. بالإضافة إلى ذلك هو هنالك فيتو أنا بعتقد في نهاية المطاف على مقتدى الصدر إذا أراد أن يعني ينسج علاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي نهاية المطاف يدرك تماما أن القرار سوف يكون في طهران على وجه التحديد. بالإضافة إلى ذلك نحن يعني ينبغي علينا أن نركز على أهمية المرجعية الشيعية، خاصة دور السيستاني الذي يعتبر يعني مرجع التقليد الأول على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة.
ما انا بعتقد له اراء هو تكاد تتكامل او تتقاطع بشكل كبير مع الجانب الايراني، وبالتالي هو يوجه الحاضنه السنيه دائما لخدمه المصالح الايرانيه. ايران في واقع الامر عينت قاسم سليماني مندوبها السامي الحاكم للعراق وتحت عنوان ما يسمى بالمستشار للحكومه العراقيه. الان قضيه العراق تعتبر يعني قضيه حياه او موت بالنسبه لايران، خاصه ان ايران قد قدمت الكثير من استراتيجيات وبدات تعتبر العراق هو نقطه انطلاق نحو دول المنطقه، خاصه نحو سوريا ونحو لبنان فيما يعرف كما ذكرت لك بالكوريدور الايراني. وبالتالي ليس من السهوله لايران ان تضحي بالعراق، خاصه انه يعني هنالك رؤيه امريكيه بدات تظهر الى العلن مع مجيء إدارة ترامب الذي أعلن بشكل واضح عن نعم. أن استراتيجية. لكن دكتور نبيل حقيقة نعم. يعني معذرة عن المقاطعة، في هذا المحور ضاق الوقت ولديك لدي سؤالان لك أريد أن أختم في الاستوديو. إيران تتعارض مصالحها أحيانا مع أمريكا في العراق وأحيانا تلتقي تتقاطع، السؤال هو ما خطة إيران في العراق على المدى البعيد وإلى أي مدى يمكن أن تتصادم أو تتقابل تتفق مع المصلحة الأمريكية؟ لو أوجزنا من فضلك. يعني أنا أعتقد أنه العراق يعتبر أحد الأوراق المهمة بالنسبة لإيران، وهي نقطة انطلاق مهمة لبناء المجال الحيوي الإيراني. هي في نهاية المطاف ممكن أن تضحي ربما أو ضمن استراتيجية تخادم الملفات في الموضوع اليمني، تقدم تنازلات في الموضوع السوري، لكن لا أعتقد أنها سوف تقدم تنازلات بالنسبة للموضوع العراقي. هي نجحت بتحقيق استراتيجية ملء الفراغ في العراق، نجحت فيما يسمى بإنشاء الميليشيات الموازية هناك التي تعتبر يعني استقوت على الدولة العراقية وأخذت نموذج حزب الله في لبنان. بالإضافة إلى ذلك هي أنشأت ما يسمى أو استفادت من مفهوم المحاصصة الطائفية هناك لتعظيم مكاسبها وتحقيق مشروعها في العراق. العراق ضمن الكتب المدرسية الإيرانية يعتبر أحد المحافظات الإيرانية، وللأسف الشديد الدول العربية لم تستطيع أن تتعامل بكفاءة ورؤية واضحة واستراتيجية واضحة مع الموضوع العراقي، حتى لأن ما كان لها أن تسمح بانهيار العراق بهذا الشكل وبهذه الصورة نعم. وأن تتقاسم حتى أنا دعني أسميه للأسف الشديد مسؤولية إسقاط النظام في العراق. وبالتالي نعم. نحن الآن أمام تداعيات خطيرة. أعتقد أن المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، وأعتقد أن إيران في المرحلة القليلة القادمة أعلنت عن استراتيجية الانتقال إلى الخطة باء للتعامل مع ملف الأزمات، وبالتالي تعتبر العراق هي أحد المصدات الحيوية للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني. وكما أعلن عن ذلك نقطة أخيرة فقط أخي العزيز، حسين سلامي قال أن الحروب ينبغي أن تكون بعيدة عن المجال الحيوي أو عن الأراضي أو عن الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي أنا بعتقد أن المصد العراقي هو أحد المجالات المهمة بالنسبة لإيران وأهمية الاحتفاظ به. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل على هذه المشاركة الفاعلة. دكتور خيري، سؤال لم يعني حتى الآن لم يجب عليه بشكل كافي ووفي، إلى أي مدى تمتلك الدول العربية إرادة حقيقية لاستعادة العراق وملء الفراغ الاستراتيجي الحاصل في المنطقة حاليا بناء على مراقبتك؟ أعتقد إذا ما نظرنا لأصول السياسة الخارجية أو قاعدة السياسة الخارجية للدول العربية يمكن القول أنه ليس من الممكن أو من المحتمل في الوقت القريب أن تسعى الدول العربية لاستعادة العراق بشكل جدي. العراق الآن هو يعني إذا نظرنا لمستويات كثيرة ليس فقط في صنع السياسة الخارجية العراقية ولا في وإنما في الإدارة الداخلية، نجده أنه يخضع بشكل كبير للسياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية. وبالتالي أن محاولات الدول العربية إذا ما كانت هناك إرادة واضحة لاستعادة العراق أعتقد أنها سوف تأخذ وقتا طويلا. أعتقد أن ما حدث في العراق خلال هل بدأت مع التحركات السعودية هذه الخطوات برأيك؟ لا، ما تزال المحاولات حثيثة أو خفيفة، ليست على مستوى الإنجاز الكبير. يعني إذا لم تكن هناك علاقات يعني هادئة أو جيدة بين إيران والسعودية لن تستطيع السعودية تتقدم كثيرا في العراق. من فضلك بدقيقة دكتور، يعني ما المسار الذي تتجه إليه العراق والدول الحيوية المحيطة به في ضوء الأحداث الراهنة؟ هو لا يمكن التنبؤ بذلك، وخصوصا أن الملف السوري مفتوح على أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها حتى الآن. هو كيف تدار القواعد الأمريكية في العراق وسوريا في نفس الوقت؟ أعتقد أن هناك مشكلة في تشكل تحديا لأي حكومة سواء في دمشق أو في بغداد،
وبالتالي سوف تظل السياسة الأمريكية أو الروسية هي العامل الحاسم في العلاقات العربية في السياسة العربية تجاه العراق. نعم زياد، يعني أختم معك، يعني تفاعلات حادة إقليميا ودوليا في المنطقة، مسرحها المنطقة العربية، ما المآل الذي ينتظر هذه المنطقة في ضوء ما نراه من تبدلات في المواقف والمصالح؟ الحقيقة الشيء الأكثر مقلق في تقديري الآن أن الأجندة العربية غير مرتبة بالمرة، وخاصة في ظل وجود تحديات كبرى تعيشها المنطقة. هناك حديث اليوم عن صفقة القرن من خلال إعادة وتشكيل المشهد بين قوسين في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتشكيل، وهذا يأتي ضمن إطار الشرق الأوسط الجديد، ولذلك هذا ملف. للأسف الأنظمة العربية كذلك منشغلة وتضع ضمن رأس أولوياتها هي يعني تصفية الحساب مع طرف أساسي في الأمة وهم الإسلاميين الوسطيين والمعتدلين، ولذلك البوصلة موجهة وتنفق الأنظمة الرسمية العربية كل وقتها في هذا الاتجاه، والحال أن المنطقة تحتاج استقرار وتحتاج هذا المكون الأساسي في الأمة حتى يكون قادر على تجاوز التحديات الحقيقية التي تعيشها، ولذلك البوصلة العربية غير. كذلك الدول العربية العواصم العربية الكبرى تشقها خلافات حقيقية، ولذلك ومصالحها متضاربة، والولايات المتحدة الأمريكية توظف هذا التناقض في مستوى المصالح لديمومة هذا الإشكال ولتشكل المنطقة بالطريقة التي تريد. زيارة ترامب الأخيرة للسعودية إبان انتخابه كرئيس يعني للولايات المتحدة الأمريكية كانت مقلقة جدا. تجرؤ كذلك الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، كل هذه الخطوات لا يمكن فهمها إلا في مزيد يعني رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع قدوم ترامب، في تجاوز كل الخطوط الحمر وإعادة تشكيل المنطقة وفق المنطق الأمريكي، وخاصة في القلب منه يعني تأمين الوضع يعني الكيان الصهيوني باعتبار الأرضية التي تنطلق منها الأجندة الغربية لتشكيل المنطقة. ولذلك العراق في تقديري هو ضحية الوضع العربي المتهالك، هو ضحية كذلك الموازنة الداخلية غير المتعادلة، وكذلك ضحية بين قوسين صح التعبير أن إيران كانت الطرف الأكثر استعدادا لاقتناص الفرصة ولتمدد غير مسبوق للشيعة في المنطقة العربية والسنية، وهذا يعني قد يفتح المنطقة لا قدر الله على حرب مذهبية يعني لن تكون نتائجها إيجابية بالمرة، وقد رأينا جزء منها في 2006 وما دفع العراق يعني في نفس الوقت الذي أعلن فيه كونداليزا رايس في 2006 عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، تم تفجير مرقدين للإمام العسكريين في سمراء، وانطلقت موجة من حرب مذهبية وطائفية كبيرة في العراق أودت بمئات الألاف من أرواح العراقيين. ولذلك القضية قضية عميقة وتحتاج تسوية بين الدول العربية وإيران. نحن يجب أن نتحدث عن تسوية، لا يجب أن نتحدث عن صراع، لأن الصراع سيذهب المنطقة إلى أتون حرب لا قبل لأحد، بل والجميع خاسر في هذه الحرب، خاصة أن الوضع الإيراني الداخلي كذلك الآن حصلت فيه بعض المستجدات في الأشهر القليلة الماضية وفيه بعض التحركات الشعبية، ويظن أن إيران مقتنعة الآن بضرورة التسوية على مستوى المنطقة العربية، ولعل جلوسها مع خاصة في تركيا في الملف السوري أحد الدلائل على ذلك. ولذلك المهم جدا الاشتغال على هذه المنطقة حتى نصل إلى تسوية تخدم مصالح الجميع. ونحن في دورنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أشكر الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، والأستاذ زياد بومخل المحلل السياسي، وكان معنا من الهاتف عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى لقاء.